وحشه ولا نطلع فوق. هذا لا الشيوخ. Thank you.
الحفيظ على الشعب الكريم، وإن شاء الله فيها الخير والبركة بإذن الله. هذا الرجل مدعوم بسبب الكوارث، يعني على الأهالي بجهودك ومواصلتك في هذا الوادي، وصل السيل إلى حدوده وجاء الخير وجاءت الأمطار. ولو جاء الأمطار والرحمة هذه والوادي كان على مساره الأول لما سبب كوارث. الله على هذا الوادي وجاء الخير كلها بسعيد الله وسعيدك، ونقول الله يطول عمرك ويبقيك إن شاء الله ويعينك على مهامك كلها. توفيق الله ثم تكاتفكم جميعا على سببكم فيها. محافظ أخبار وراح مع طريق سليمة، ما عاد فيها انعواج ولا شيئا من الأمور اللي تعثره، وكلها تجي سموكم، وهذا ما أسر أهالي نجران المواطنين بادية وحاضر. نعم. والوادي بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. أول شيء شربت منها الأبل والغنم، وانفتح الوادي إلى وصل محلات حلف لواحد من أسفل نجران اللي هم 40 عام ما جاهم السيل لأن الصفاق عندهم. كنا في هالمنطقة الحمد لله جميع كمسؤولين نعمل بالصدق بأمانة وإخلاص، لكن عندنا هدف واحد، كل الجميع هدف واحد في مستقبل هالمنطقة هالمدينة بالذات، ويرجع الوادي كما هو، أول شيء للأمن والسلامة، ثم للشيء الجمالي، ثم لتوزيع المياه توزيع عادل. هذا ملك الأجيال، الأول هو لشخص واحد معين وله لعياله، لكن أهلنا كلنا حنا لأبنائنا وأحفادنا واللي يجي بعدنا. أنا أخ للرجل المرأة وأب للصغير وإبن للكبار، ولا أرى نفسي إلا خادما لمنطقة نجران وأهل نجران. والسلام مقصر بخدمة نجران، ونجران مهما عملنا مقصرين. الله يطول عمرك. شكرا للجميع، حبيبي المبارك.